ويا تونس يا عزيز علينا ما يدي الحسن. الحاجات دي مميزة يا جدعان، مميزة. مرحبا بكم في سالت عوم بلانت. من بعد ما غيرنا وبقينا سالت عوم بلانت، الموضوع سبيستوني بنفسه قوي كده، مش عارف ليه بقى سالت عوم بلانت. قناه شباب المستقبل بيو بيو. انك للنت اللي اخترعتها بيو بيو. معلومه قبل ما ندخل في الحلقه بتاعه النهارده، ايوه ارضى علينا، ارضى علينا، ارضى عليك ربنا. فهمي رياحي، مش عارف الاسامي صح ولا غلط، وصبر المصباح طبعا احنا عارفينه، وصالح الفرزيط. مش عارف صالح الفرزيط هل هو برودكشن ولا معاهم، ده اللي هنعرفه دلوقتي. طب نخش في التفاصيل ولا ايه؟ طب قبل ما نخش في التفاصيل، بعد اذنكم اللايك السبسكرايب تفعيل الجرس، تروح على الانستجرام عشان موجود عليه حلقات كتير مش موجوده على اليوتيوب، فروح اتفرج عليها على الانستجرام. واللي يتفرج على الانستجرام يعمل فولو. مش يا عم في ناس بتروح وما بتعملش فولو، ده اللي يهرق. عارفهم وهجيبهم بالاسم. طيب بالاسم ندخل في التفاصيل. إذن ندخل في التفاصيل. تونسيان لايف سيشن. صبري ارضى علينا. أيوة. يا لميم رانا مضامين، ارضى علينا يا لميم رانا مضامين، رانا مضامين. ارضى علينا يا لميمة رانا مضامين. الصوت اللي كان في الاول ده كان، انا كنت لسه عايز اقول لك، هو في صوت الوش ده بصوت ايه ده؟ ايه الاله دي؟ ايه الالات دي؟ ايه الالات دي يا زميل؟ لازم يجي دي اله كبيره جدا. ارضي علينا يا الميمة، يا الميمة. والله ما ظلمين. ارضى علينا يا لميمة رانا مضامين. طب هي دي فعلا دي آلة قالت نفخ؟ هو مش بينفخ ولا بيعمل، ومش شاف اوطار، انا مش فاهم. تكون هي دي اللي عامله الش دي، حاجه شبهها اللي شفتها تشبه لها حاجه كانت في حفله ياني، الواد اللي كان ماسك بتاع، بس دي بالنفخ. لا بالنفخ مش عارف، مش عارف. ممكن يكون في واحد فوق بينفخ. ما تفتحوا لنا الكادر يا جدعان. طب يا جماعه، معلومه عن التراك ده، كانت قالت لنا من اللي بعت لنا التراك، تمام، مش عارف بقى صح ولا غلط، هو بيقول لك التراك ده اصلا قديم. تمام، ممكن في ناس خدته في جهات سياسيه وحاجات سياسيه ومش عارف ايه وبتاع وكده. تمام، وهو في الفيرجن الجديد بتاعه بقى للام. انت متخيل النقله؟ قعد شرح حاله كده غريبه، ما فهمتش منها اي حاجه، ففي الاخر قال لي مش مهم كل اللي فات، اسمع بس التراك وهيعجبك. بس وده اللي بيحصل دلوقتي يا زميلي والله. يعني هو ده اللي بيحصل دلوقتي يا زميلي والله. انا حبيت اعمل شيوع يعني. نستناه في العفو يجينا، 76 نستناه في العفو يجينا، نستنى في العفو يجينا من 76، نستنى من العفو يجينا. ما عشان كده بقول لك هي كانت سياسيه. تمام ماشي. فهو دلوقتي اعتقد ان هو بيتكلم عشان هو في السجن. فهو بيستنى العفو يجيله من 76، من سنه 76. بس التراك قديم قوي شكله. 76 نستناه في العفو يجينا من 76. دي كانت امي محيا تعطيني الدينا. بعشق صوتها لما بتخش بتاخدك وتوديك في حته ثانيه. بتكلم على الدف. ميمة حية تعطيني الدينا، كي كانت له ميمة حية تعطيني الدينا. ايوه كي كانت له ميمة حية تعطيني الدينا، تعطيني الدينا. اليوم جاتي مرايت بابا نار. صبري مصباح ده انت
التراك اللي فات اللي سمعناه له والتراك ده الراجل ده ما بيلعبش في السهل، ما بيقولش اي حاجه، ما بيغنيش اي حاجه، لازم يكون في دماغ ولازم يكون في عارف انت الحظ يا قلبي. عارف محمد منير؟ انا الصراحه نوبه بس بعيدا عن الالات اللي هي مش عارف اسمها ايه، طريقه الغنى نفسها يعني بتفكرني بالنوبه الصراحه. اللي هو كنا اتكلمنا فيها قبل كده، الغنى بطريقه عشوائيه، انت ما بتعرفش اللحن رايح فين وجاي منين، بيرمي لك الغنى بطريقه عشوائيه، بيلون في اللحن وقتي زي ما يطلع منه. وانت الصراحه في الوقت ده انت فعلا ما بتوش عايز تعمل حاجه، انت تسمع بس كده وتستمتع. طب اسمع كده، اسمع علينا. اقسم بالله اللي كان قالها، انا قلت هنسمع حته الدين صوت وحصل، يا نهار ابيض ده ما لحقناش نسمعه من باشا. سيبني الجمله الاولانيه باينه من عنوانها. سيبني. من عنوانها سيبني اسمع الحنجره دي كده. علينا ويا لميمة ورانا مضامين، وارضى علينا يا لميمة رانا مضامين، وارضى علينا ويا لميمة ورانا مضامين. يا نهار أبيض، ونستناه في العاب، يا نهار أبيض، من 76 يا نهار ابيض. شفت قال 76 ازاي؟ ورانا مضامين، ونستناه في العفو يجينا من 76 وكيف كانت لأمي محية ونرقد على الحليل، وكيف كانت لأمي محية ونرقد على الحليل. ده هو أصلا مكتف صوته. لا 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 والله مكتف صوته. معلش ده بقى اللي هو اسمه مين؟ هو كده خلاص، هو ده تريو فهمي على ما. بص هو صالح البسيط هو كده، هو هما بس اتنين صالح، في واحد منهم مخرج بقى ومش عارف، بس لا لا انا لا عايز لا. الاسم ده معلش 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 انا عايز الاسم ده. ثانيه واحده معلش ثانيه واحده ثانيه واحده انا تعبان انا تعبان يا كابتن في الغالب كده الله اعلم يعني هو فهمي، ما اعرفش، ما انا مش عارف تقسيمتها ازاي. هما برضو هو الفرقه اعتقد ممكن يكون الفرقه اسمها تريو فهمي، يبقى ده صالح. يبقى ده صالح تمام. يا لهوي اعتقد صالح. يعني بس صالح مكتف صوته، خلي بالك مش مطلع كل اللي عنده. النبره انت كده عرفت ده عنده. ايوه انا بقول لك مش مطلع كل اللي عنده، ده في كتير جوه. حيا نرقد على الحليل، وكيف كانت لامي ما حيا نرقد على الحليل، وكيف كانت لامي ما نرقد على الحليل. اليوم جات مراية بابا نرقد على الحصين، اليوم جات مراية بابا نرقد على الحصين، نرقد على الحصين. حصل دلوقتي ده يعرفك حاجه مهمه جدا، كل واحد يا زميلي دكتور في مهنته. ده حقيقي، ده حقيقي والله، كل واحد دكتور في مهنته. ده حقيقي والله، كل واحد بيقدم عظمه. ده حقيقي والله، اللي بيعزف على الدف، اللي قاعد على السولو، واللي بيعزف على السولو الصراحه، ومصباح
وفهمي ولا صالح. تعرف تعرف اللي بيعزف سولو جيتار جمدانه في ايه؟ في ايه؟ انا عن نفسي تعرف جمدانه منين؟ انا عن نفسي من تكنيك اللعب بتاعه ما تسمعش التون، يعني التون مثلا لو بتضرب تون الدو مثلا يبقى طالع الدو ما يفلتش على على ري، انت فاهم؟ طب ما ده الموضوع ضربته حلوه الصراحه. هو حتى خانق الجيتار، يعني هو الجيتار حتى مخنوق. حلوه اللقطه دي قوي قوي قوي. تراك اصلا ميمه اللي هي تونس. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله طلع اصلا يا جماله يا تونس يا عزيز علينا ويا تونس يا عزيز علينا اي يا تونس يا عزيز علينا ايوه الله يهديك حسادك الله يهلك حسادك وري. معلش يا زميلي. ايه يا زميلي؟ احب عنيك يا تونس يا عزيز علينا. بس احنا والله سمعنا القطعة. والله العظيم سمعنا القطعة صراحة معزوف ونشودة. الموضوع حلو، الموضوع حلو حلو. تحس ان انت بص هو بص الحلو في الاغاني دي ان هي بتخرجك اصلا بقى بره فكره مود الرياكشن. يعني انت بتسمعش رياكشن. رياكشن مين يا زميلي؟ الرياكشن مات من مجمع اللي فات. رياكشن مين يا زميلي؟ حلاوه المزيكا في الارتجال بتاعها، فكره انك ما تبقاش عارف ايه اللي جاي، ما تبقاش عارف هو هيقولها ازاي، ما تبقاش عارف هو هيعملها ازاي، ما تبقاش عارف انك هتسمع صوت عامل كده في الاخر. والله يا تونس يا عزيز يعني صبري 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 احنا سمعناه قبل كده فاحنا متعودين على صوته. صراحة بقى الصوت الجديد اللي معاه ده اكيد مش جديد، انا بتكلم جديد احنا اول مره نسمعه. صدمه صدمه صدمه. وصراحه خلينا اقولها كده صريحه، قليل قوي انك تلاقي صوت كده بيغني بنفس السهوله بتاعه بهاء سلطان. مش بازل اي مجهود، وبقول لك هو فعلا مش مطلع تمن الحنجره بتاعته. حنجرته وصوتها مميز. مش هتلاقي منه كتير. عارفين لك كان اللي عجبنا في جنجون لما سمعناه؟ الحنجره. الحنجره والله فعلا انا فاكر حنجرته مميزه برضه. سربي. ما تلاقيش حد يعرف حد عنده الحنجره بالشكل ده. الحاجات دي مميزه يا جدعان، مميزه. وتحياتنا طبعا لصبري مصباح، شهادتنا فيه طبعا مجروحه. ده حقيقي. ادي له اي حاجه كده. انا بقول لك ما بيغنيش السهل. ادي له اي حاجه كده. مش بيغني الحاجه السهله. هيغنيها لك على مش بيغني الحاجة السهلة. يعني اعتقد ان هو في 500 طريق تاني ولاين تاني ممكن يغنيه، هو مختار لاين بوم بوم. حتى اصلا الستايل بتاع الغنى نفسه، يعني تراك ما نسيت بلاك اند وايت قاعد واديله ادي اديله ادي بمعنى الكلمة، مش فارق معاه حاجة. فلا يا جماعة ده برنامجكم، كان معاكم النهاردة ده بيتكم يعني. يعني ده بيتكم مكانكم يعني. ورانا دي مولادك يا تونس يا عزيز علينا الله يهديك حسادك ويا تونس يا عزيز علينا الله يهديك حسادك يا تونس يا عزيز علينا.
رجلك حسان آدي يا تونس يا عزيز علينا رجلك حسانك. الكلمة دي تفضل معلقة معاك وعجبي. وعجبي